من لا يملك قوته لا يملك قراره، عيش حرية عدالة اجتماعية. كل دي عبارات بتؤكد على أهمية التنمية الزراعية في الدولة وتوفير احتياجات المواطن المصري. في مصر 2030 بنهتم بكل مجالات التنمية وتحديدا التنمية الزراعية، والنهاردة من خلال وجودنا في محافظة الشرقية هنشوف ونتعرف مع حضراتكم على التنمية الزراعية اللي بتتم في محافظة الشرقية، الاستثمارات القائمة عليها، توفير احتياجاتنا في السوق المحلي من العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وكمان كيفية تسويقها محليا، وان شاء الله يكون في جانب ايضا للتصدير. كل ده هنتابعه معاكم النهارده من خلال تواجدنا في محافظة الشرقية ومصر 2030. بنهتم بكل مجالات التنمية وتحديدا التنمية الزراعية، والنهاردة من خلال وجودنا في محافظة الشرقية هنشوف ونتعرف مع حضراتكم على التنمية الزراعية اللي بتتم في محافظة الشرقية، الاستثمارات القائمة عليها، توفير احتياجاتنا في السوق المحلي من العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وكمان كيفية تسويقها محليا، وان شاء الله يكون في جانب ايضا للتصدير. كل ده هنتابعه معاكم النهاردة من خلال تواجدنا في محافظة الشرقية ومصر 2030. محافظة الشرقية إحدى محافظات جمهورية مصر العربية، وتقع في المنطقة الشرقية، وهي ثالث أكبر المحافظات في التعداد السكاني. لها أهمية تاريخية كبيرة، حيث كانت تعتبر البوابة الشرقية لمصر، وتضم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وتعتبر الزراعة أكثر الأنشطة الاقتصادية التي تضمها المحافظة. تعتبر محافظة الشرقية من أكبر المحافظات الزراعية بالجمهورية، حيث تقدر مساحة الأراضي الزراعية نحو 10% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية بمصر. تهتم محافظة الشرقية بصورة كبيرة بمحصول القمح، ذلك لكونه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وتتضافر جميع الجهود لدعم المزارع وإرشاده منذ بداية الزراعة وحتى إتمام الحصاد. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام الأصناف الزراعية الجيدة التي تساعد في زيادة الإنتاجية وتحسين حالة المحصول. الذهب الأبيض القطن هو واحد من أهم المحاصيل الزراعية في العالم، والذي تشتهر به محافظة الشرقية، وتأتي الشرقية في الترتيب الثالث في زراعة القطن على مستوى مصر، فيما تحتل المركز الأول في معدل الإنتاج. موجودة فيها من خلال لقائنا مع السيد المهندس عبد الحليم أبو المجد، مدير عام التنمية الزراعية بوزارة الزراعة. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، كنت وشرفت صان وصان الأرض الطيبة، امتداد للحضارة القديمة، وانتوا شرفتونا النهاردة. احنا النهاردة في أرض الخير الأول، يعني أنا عايزة أقول إن أنا في الذهب الأصفر الجميل، القمح المحصول المهم الاستراتيجي اللي بنهتم بيه كلنا. فأنا واقفة النهاردة، أنا سعيدة جدا إن أنا موجودة في يعني صان الحجر والقمح الجميل اللي موجود، ويا رب دايما كده بنكفي احتياجاتنا وقادرين ونصدر كمان. كلمني بقى عن التنمية الزراعية. صان الحجر ومحافظة الشرقية تعتبر من أكبر محافظات الجمهورية بمحصول القمح. المحافظة زرعت السنة دي 2018-2019 390 ألف فدان. دول إن شاء الله بالمحصول اللي حضرتك شايفاه ده هو، إن شاء الله متوقع لهم أكتر من مليون طن. أكتر من مليون طن. مليون طن. زدنا عن السنة اللي فاتت. إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا السنة اللي فاتت اتورد عندنا اتورد عندنا في الصوامع والشوان اتورد عندنا 526 ألف طن. السنة دي إن شاء الله متوقع إن احنا نوصل 600 ألف طن، والإنتاج من القمح إن شاء الله هيعدي المليون طن إن شاء الله. أنا بقى إلى جانب ده عايزة أسأل حضرتك عن الفلاح. نعم. في محافظة الشرقية وفي صن الحجر، ازاي بنهتم بيهم؟ ازاي بنوفر لهم احتياجاتهم؟ ازاي بنساعد في تسويق منتجاتهم عشان يكون عندي محصول وحارب غلاء الاسعار تمام. من امبارح بدأ فتح شوان
والصوامع لاستلام محصول القمح لسنة 2019، والحكومة حددت سعر 685 ألف 685